أنا مستغرب من رد الوزير الله يسلمك، يعني مو بعارف، يعني متناقض، نفس الظاهر نفس الحشوة نفس الكلام يعيده حق كل النواب. عندي الله يسلمك في البند الأول، هو كتاب لي معرض التوظيف منذ المنفذ في عام 2019 10 معارض خلال 2019. ربنا نقلب الصفحه، طال عمرك بغرض الاسراع التوظيف مالنا، بغرض الاسراع في عمليه التوظيف، تم ادماج المعارض. رد مره ثانيه ناقض روحه، يقول سويتهم 6 معارض. انا بعرف المعارض اللي قاعد يسوون في 2010 حن ردينا صفينا من 10 على 6. شو اللي سواه حق المواطن؟ كل اصحاب المعارض اللي يجون يعرضون أزل الشركات التي إجبارية مجبورة، إذا أنت ما جيت لنا في المعرض ترى إحنا شكل ما تقولين يحاربونهم هاي الأشخاص. تعالي حق السيفيات اللي يأخذونهم الأشخاص، وين يأخذونها آخر هذه؟ يأخذونها ويربونها في الزبالة. ما في أي سيفيات عندهم، ولا في إحصائيات، ولا في توظيف عندهم أصلا، مجرد بس شو إعلامي. تعالي حق المعارض الستة اللي حطهم حق الوزير، وأنا يعجبني يعني في الوزير مرة يعني يحب الأرقام المقفولة أو شيء من النوع، أو أخصائي أرقام. إحنا قبل يعني جزمنا على يوم المرور أرقام السيايير نحبها مقفولة. هذه عدد التوظيف مالي حط 2992 2992 باحث عن العمل في 2019. إجمالي عدد اللي وظفهم البحرينيين عن طريق برنامج التوظيف الذي تم طرحه في شهر فبراير 2019، شوف الرقم الثاني اللي حاطه يا أم محمد، 9449. يعني براءة المعارض اللي عندها مجرد حطها كله شو أعتقد، يعني ما في أي شيء اللي إحنا نقوله كسوى معارض يكون نمشي عليها. معارض التوظيف للأسف أصبحت مثل المعارض الواحد العام، بس يشوف ويمشي، ما في مصداقية. يعني إحنا لينا حق التوظيف اللي عنده كمصداقية، ما عنده مصداقية في التوظيف. يا أم محمد إحنا لو نسحب من عنده اللي أمنون عند التأمينات يونا مال شركات ألبا والبنوك والشركات الحكومية كاملة الاوت سورس كامل، اللي هو يقول لك انا قاعد اوظف، صدقيني ما يوظف حتى موظف واحد في اليوم. هذه كل الشركات هي توظفهم ويونه، كل الشركات اللي موجوده اللي تشوفينهم في المعارض لو نسحب من عنده هذه صدقيني يصك الوزاره، لانه ما عنده برامج للتوظيف، ما عنده العدد اللي يقول عنه الصحيح للتوظيف، مجرد يفتخرون بالفيزا المرنه. أنا يعني شو أقول لك، أنا أطلب يعني حتى الحكومة، أناشد الحكومة يسحبون عنا الشركات اللي تأمن، تروح دايرك التأمينات تأمن ويا البنوك ويا الأوتسورس اللي مال الوزارات، وتشوفون الناتج مال الوزارته. صدقيني خلال شهر واحد بيطلع مرسوم إلغاء وزارة العمل لأنه ما عنده أي توظيف. صدقيني يا أم محمد، لانه هو ما عنده ولا احد يوفر، مجرد هذول يوفرونهم الشركات الكبيره مع البنوك مع الاوتسورس بعدين يجونه. هو تعرفين ايش اللي يوظف طال عمرك؟ يوظف اللي يضايجونه، يضايجون الشركات ويقولون لهم تعالوا انتم لازم توظفون بحريني، احنا نسميهم اصحاب البطاقه اللي يبيعون البطايق ويحطونهم زياده عندهم ويجونه، يقول لك احنا وظفنا بحريني.